حبايب قلبه حطن علي يا زوج، تليفون ماش كنت جايبه نسيته جوا والله صعدت. مهم هذا واحد طار، واحد طار زاجل، وهذا احمر صغير حافي او شاد. هذا الزاجل مصبغ، مصبغ من جوا، من جوا جناحه احمر. المهم خليه ولا هسه الزاجل، خلي ينزل هذا الشاد فاتح للحمر، ما يقبل يروح للحمر. لاعب له بالزغار ما يقبل، طلعت للزواجل كان يجي يحط. وهذا الزاجل الصغير، عفوا فحل كبير، هذا بس العب له هسه يحط، هذا بس العب له يحط. سنرد اصيد هذا، هذا حلو حافي. قبل صدت شاملي، شاملي حلو 6 بـ6. هسه يلا بكيفك، يم الحمر يم الزواجل. يلا حبيبي يلا، وين تريد؟ يلا هاي فرخاتنا الحمور. لان الشارع عن واحد هني، واحد هني يطير انا ويحطن. يلا حبيبي يلا 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 يلا. البوابة مفتوحة، يلا بس ما يقدر يطلع، خلنا نوقف. وهذا الحافي، هذا زلفين مفرع منه حافي حلو، نخليه ويا الزغار حاله حال. الشاملي، شاملي قبل صدته، زاج الفلت. طبعا هسه دينا العصر، ساعة بالخمسة واربعة عشر دقيقة. هسه الشاملي هذا موجود هنا، هذا الشاملي. دين المغرب يعني مو دين العصر. اذن فرخات زواج صعدتين 6، زوج ماشيات وزوج طويرنيات، وزوج طويرنيات لبخ دخانيات. هاي الفرخات قامت الشالع والحمد لله. راح ارفق لكم تصوير الشاملي ويا هذا التصوير تدللون عليه. هسه راح اصور لكم الخانات. هاي الشاملي الصغير، شات. خلي نزله وارجع لكم. هذا عتريس الشاملي نزل، خلي نذب لاكي. تا تا صري شي تعال هنا، تعال هنا، المدير راح يجي خافي الزواج اللي جابها البرج. اذن الزواج ما يطل مجال. تم الصيد، وطار هو طار. يا الله، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله زينين، عساكم بخير. شباب عندنا طيور،
فرخت ذن الزوج فرخه ذن الزوج فرخه ذن الزوج فرخه ذن الزوج الفوق فرخه ذني فرخه ذني فرخه ذني اليوم فرخه الحمد لله ذني الزوج فرخه ذني جوا جوانا فراخ الحمد لله ناكل بالخشبة جو المربعة جوانا فراخ الحمد لله وهنا فزدن بيضاتين هذا البدرينج والطيرة الصفرة فزدن بيضاتين راح اجيب لهم بلابين زوج وخلين جواهن ان شاء الله بعد كم يوم بس يبينن الفرخات فرخات صغار هاي الفرخات ان شاء الله بس يبينن هاي الفرخات ان شاء الله بس يبينن نشوف نشوفكم قمت اعلس ننصحكم بالطبقه يا طبقه الزينه تدللون علينا ذني جواهن زوج فراخ طبعا هن بيضا بيضتين بيضه منهن فزدت وبيضه من عندهم طلعت وانا زرقتها بالبن وطفت الكهرباء وتحياتي لها الكهرباء من تجي الكهرباء ارجع لكم ورجعت الكهرباء بعد ما انطفت نسيتنا السالفه والله ما ادري وين كنت اسف المهم ذني بيضه قلت لكم بيضه بيضتين واحده فزدت واحده لا واحده طلعت الحمد لله ها الفرخات بعد ترى الطيور ما معشيها طيور بعدني ما معشيها الحمد لله والشكر هسه عشيهن والله خوش يزقن وزقن كلش حلو الحمد لله المهم ذني قلت لكم راح اجيب لهن بلابين هذا البدرينج والصفرة خلنا قاعد يا الله بلابين من ولد صديقنا محمود السمكري صدق ادعو له بالدعاء ادعو له بالشفاء والله اليوم اعلس هواي شين ادعو له بالدعاء شين الساعة ما ادري ايش قلت المهم تعبان جاي من العمالة والحمد لله وشكرا المهم هواي صرفت المهم راح ارجع اقول لك ام المهم ادعو محمود السمكري خطيه البارحه احترق ترقى نديه هو سمكري وبله اكسجين والله تاذت ايده خطيه المهم هاي هو الولد اللي طانا بيضات مال الصفر خليناها جوا هاي الهنداويه من التعب والله العظيم اليوم حتى انسى اسم الطير ذاك اليوم ما شوفتكم علاج الديدان علاج الديدان يا الله انا شوفكم علاج الديدان جيب علاج الديدان هذا علاج الديدان علاج الديدان هذا مبين 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 يا حسين هذا مبين شريط ماله هاي حبايته هاي حبايته زيتونية طوخ هاي حبايته هاي عالجت بي زين يعني فاد والله كلش فادهن يعني شفتهن سمنين طيور كانت معوشة تعبانة الحمد لله زين هسه احسن هسه الطيور ترى جوعانة حيل بس راح ادب لها كف اكل وشوفوا ايش راح تاكل هاي الطيور هاي البرة وهذا الزاجل والله انساه ذاك يوم تعاجزت اليوم وين صار لي انساه طبعا هاي ادبلن بالمعالف انظف معلفن وادبلن بس هاي هسه قدام التصوير هاي الهنداوية وذن العرايس زوجات وكيفين طيرة زوجة طيرة وهذا الحمي ما زوج بعده شباب لا تنسون اخونا محمود السمكري بالدعاء
ادعوا له الشفاء العاجل ان شاء الله يرجع الشغله. وتعرفون السمكري يعني الا بيده يشتغل، واللي يشتغل بيده واحترقت ايده شلون يشتغل؟ ما عنده شغل، العالم يريد يخلصه خطيه. بس ذني زقا اصفر، هذا الفحل الاصفر على هاي الطيره البدرنقه اللي بيضا تكبيضه، طبعا ذني بيضا تكبيضه وحولتها جوا التاره والبصراوي طلعت اصفر مبين. وهسه بيضا بيضتين هم وحده فزت، خلنا اشوفكم وبينهن، بس لا راح يطيل عليكم الفيديو. طبعا هاي الطيور بعدنا ما معشيها. هسه هذا الاصفر وهذا الاصفر، هذا اصفر مكعكل، عندنا طيور ما معشيها، بس اللي يشوفها يقول يعني ضعاف، بس انه مضاعف. لا انا ملاحظ زقهن زين الحمد لله. وانت ان شاء الله شو كنت تزوج؟ خربط ذيله، خربط روحه، فلش روحه بالسين، ومعاند ما يقبل يزوج. هو كان يريد هاي الطيره وانا عازلها من عنده، هسه طبقتها عليه وما يرضى يزوج. يلا شباب، شباب لا تنسونه اشتراك لايك، ما مشترك خلي يشترك، المشترك ينطينا لايك وانا بخدمتكم. هاي الطيور ان شاء الله هالايام راح يبين زقهن وبخدمتكم. تحياتي لكم متابعيني واحد واحد، وفي امان الله.